أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث تتأثر المملكة خلال هذه الليلة ببقايا المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال الأيام القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض سخات الأمطار خلال هذه الليلة. درجة حرارة الدنيا حوالي 11، الملموس 11، نسب رطوبة عالية 99%، وبالتالي هناك فرصة لتشكل الضباب فوق القمم الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض. أيضا الرياح تكون غربية معتدلة السرعة. أما بالنسبة لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث تسجل إربد 19-9 مع طقس غائم بغيوم منخفضة، المفرق 19-9، جرش 17-8، أما عجلون 16-8. بالانتقال للمنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان، طقس غائم 16-11، الزرقاء 19-9، البلقاء 17-12، مأدبة 18-10، أما البحر الميت 24-17. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية تتفرق الغيوم في عموم تلك المناطق، الكرك 14-8، الطفيلة 15-10، الشرع 14-9، أما معان 18-9، العقبة 21-14. بالنسبة للمنطقة الشرقية طقس غائم جزئي في عموم تلك المناطق، الرويشد 20-12، الصفاوي 21-11، أما الأزرق 22-12. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.